قال وزير الخارجية اليوناني إنه يجب على أوروبا استضافة الأطفال الفلسطينيين المصابين والذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة. أشار وزير الخارجية اليوناني إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هذا الأسبوع، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة. Not only because of the two wars in our neighborhood with significant